السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل 4 الدوائر الكهربائية وعناصرها للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. المسألة 35: مقاوم مجهول المقاومة موصول على التوازي مع مقاوم مقاومته 12 أوم لدى وصلهما بمصدر قوته المحركة الكهربائية 12 فولت، تكون شدة التيار المار في المقاوم المجهول 3 أمبير، ما مقاومة المقاوم المجهول؟ هي المسألة 35. نيجي للشكل، رسمت أنا الرسمة، رسمت R1 وR2، R1 مجهولة وR2 مقدار 12، والقوة الدافعة الكهربائية 12 فولت، وعطانا التيار المار في R1 معلوم. نجي منوزع التيار، هذا التيار الكلي حيمر هنا، حيمر هنا، حينقسم لقسمين، هنا I1 وهنا I2. I1 عندك يا أيضا عندك R1 وR2 والبطارية موصولين على التوازي. شو اللي بيفيدني من خصائص التوازي؟ فرق الجهد. إذا فرق الجهد بين طرفي المقاومة الأولى يساوي فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثانية ويساوي لفرق الجهد بين طرفي البطارية. هي أخذتها من خصائص التوازي ومن الرسم، هذه فادتني كونه صار عندك فرق الجهد بين طرفي المقاومة الأولى وعندك التيار المار فيها. إذا بتقدر تطبق قانون أوم حتى توجد المقاومة R1 المجهولة، هي كله تفكير حتى تقدر تحل. إذا هذا قانون أوم، قانون تعويض جواب. المسألة 36: المقاومان في السؤال 35 أعيد وصلهما على التوازي، ما هما موصولين على التوازي لكن شو اللي غيروا؟ منتابع ببطارية قوتها المحركة 18 فولت، جد شدة التيار في كل مقاوم وفرق الجهد بين طرفيه وفرق الجهد بين طرفيه. رسمت الرسمة، R1 صارت عندنا ياها مقدار 4 وR2 عندي ياها 12 وفرق الجهد 18. إذا بده شدة التيار، هذا التيار الكلي حيمر هنا، الرسم كتير بيساعدك، وهون التيار I1 ممكن تقول هو عطانا I1، عطاك اياها في المسألة 35، هون ما عطاك اياها، حيطلعوا من هنا كتير. الرسم ودراسة الرسم بتوضح لك فكرة الحل. طيب شو الخاصية المميزة عندي هون؟ انه بقدر احسب المقاومة المكافئة وبقدر بحسب التيار الكلي، وعندي فرق الجهد الكلي يساوي فرق الجهد بين طرفي R1 وفرق الجهد بين طرفي R2. هذه عم بدرس الرسم. طيب أشوف كيف أنا بدأت. إذا أخذت الخاصية الأولى للتوازي، فرق الجهد بين طرفي المصدر يساوي فرق الجهد بين طرفي المقاومة الأولى يساوي فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثانية ويساوي 18. شو بيفيدني هذا؟ صار عندك المقاومة معلومة وفرق الجهد بين طرفيها معلوم، إذا بتقدر تحسب التيار من قانون أوم. قانون أوم يربط بين ثلاث متغيرات اللي هو فرق الجهد والتيار والمقاومة. إذا طبقت قانون أوم بين طرفي المقاومة الأولى، هذا مجهول معلوم معلوم، قانون تعويض جواب. وهي فرق قانون أوم بين طرفي المقاومة الثانية، هاي التيار هذا فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثانية، هاي المقاومة الثانية قانون تعويض جواب، هاي حسب الجد شدة التيار في كل مقاوم وفرق الجهد بين طرفي اللي هو هذا. وفي أمان الله، بتمنى أكون وصلت لكم الفكرة ببساطة، وفي انتظار تعليقاتكم. ما تنسوني من دعائكم الجميل.